بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء مع رئيس الجمهورية كان جد مفرح، وكان لينا حافز بان نزيدو نخدمو مشاريع أكثر وأكثر، وحلمي تحقق والحمد لله. ونقول للأطفال اللي كيفنا أنهم يلتزموا بالحج الصحي وياخذوه بيخدموا فيه مشاريع تفيدهم وتفيد الأمة كل. أمنيتي دركا هو نحوس نحل المؤسسة تاع الذكاء الاصطناعي، وهي ندعموا فيها هذا المجال تاع التكنولوجيا ونخدموا فيها البياس تاعنا نسحقوه حتى نعودوا نصدروا للخارج.